السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مستقبل البيم، أو ده مستقبل أي حاجة شغالة في الكمبيوتر، سواء بيم كاد كام زي ما أنت عايزين. إن بعد كده كل البرامج هيبقى فيها إن أنت تكتب برومت فالحاجة تتحقق، يعني مش تقعد بقى تدور على الأوامر ولا بتاع، لا هتكتب بس كده. وقريب أوي هيلغوا موضوع الكتابة، يعني تتكلم كده بالمايك يعمل لك اللي أنت عايزه، تقول له معلش ابني لي فيلا 3 4 أدوار، زود لي الليفلين هنا بتاع، يبدأ إن هو يعمل لك كل الحاجات دي. ما تيجي نشوف. تمام، ده موقع كنا اتكلمنا عنه قبل كده اسمه هايبر اي اي اهو. تدي له ابعاد المكان وتقول له هيبقى في كام دور، يبدا يعمل لك الادوار كلها. طب في بوديوم، زود لي البوديوم، تحط لي بقى مبنى جنبيه بالمقاس الفلاني 3 ادوار، يبدا ان هو يعملها لك. الكلام ده توقعه في اي برنامج بتستخدمه، سواء اركيكاد سواء ريفيت سواء اوتوكاد سواء سيفل 3D، كل الحاجات هيبقى فيها الفكره ديت. طب اعمل لي طور بقى بالارتفاعات كذا فوق كذا، يبدا ان هو يعمله لك. وده الموقع، تمام، وده موجود منه ان انت تقدر تشغله مع البرامج كلها. فزي ما بقول لك يعني الداينامو كان بالنسبه لنا قفزه رهيبه، لان انت بتبرمج بشكل مرئي من غير ما تحفظ اكواد كتيره. دلوقتي خلاص بقى مش محتاج البرمجه ولا الداينامو في الحياه العاديه، ممكن تحتاجها في حاجات ادفانسد شويه. ما بنقولش ان البرمجه هتلغي، لكن لازم تطور نفسك، كل حاجه تطور نفسك انت كمان.